السلام عليكم، صباح الخير للجميع. أنا بس حابة أعطيكم نصيحة صباحية كده سريعة من أسرار القرآن. طبعا أنا لما أجي أستعمل أداة الداوزنج، إيش هي أداة الداوزنج؟ أداة الداوزنج هي عبارة عن أداة تعمل على قياس الطاقة، سواء كانت الطاقة إيجابية أو كانت الطاقة سلبية. طبعا معروف إن الكون، أنا، أنتو، الحيوانات، كل شيء موجود في الكون عبارة عن طاقة، والطاقة هذه بترسل اهتزازات، ترسل ذبذبات. الداوزنج بيعمل على قياس هذه الذبذبات. إذا كانت الذبذبات إيجابية هيقول لكم نعم، إذا كانت الذبذبات والاهتزازات سلبية هيقول لكم لا. طيب كيف بيقيس الذبذبات والاهتزازات؟ طبعا كل إنسان بتتجمع وبتتراكم حوله طاقة بناء على مشاعره وأفكاره. الأفكار والمشاعر عبارة عن طاقة، سواء كانت طاقة إيجابية أو كانت طاقة سلبية. إذا كانت أفكارك ومشاعرك إيجابية هتكون حولك طاقة إيجابية، بالتالي الداوزنج هيديك إيه؟ هيديك الإجابة نعم. ليه؟ لأنه الكون محتمل أنه يعطيك إيه؟ يعطيك من طاقاته الإيجابية، لأنه أنت أولريدي عندك طاقات إيجابية، فأنت هتجذب الطاقات الإيجابية. لكن في حال أنه كانت أفكارك سلبية، مشاعرك سلبية، عندك إهباط، في دي الحالة إيش هيصير؟ في هذه الحالة إيش هيصير؟ هيصير إنه حتى لو الكون بيحاول إنه يعطيك طاقة إيجابية ما هيقدر، لأنه ما في مدخل، الطاقات السلبية متجمعة ومتراكمة حولك، متخزنة في شاكراتك، متخزنة في حالتك، ما هيقدر يوصل لك. فهيصير أنت من تلقاء نفسك تجذب الطاقات السلبية زيادة وزيادة لنفسك. طيب أنا عندي طاقة سلبية، كيف أعالج الموضوع؟ أنا ماني قادرة أفكر بأفكار إيجابية طول الوقت، ماني قادرة أسير مشاعري إيجابية طول الوقت. أوكي، الحل موجود. الله عز وجل ما نزل القرآن هباء منثورا، نزل القرآن فيه كلمات ربانية. الكلمات الربانية هذه مو بس كلمات موجودة في كتاب، بالعكس كل كلمة وكل حرف وكل حركة موجودة في كتاب الله عز وجل لها طاقة إيجابية جدا عالية. فتخيلي لنفسك لو أنت بتقرأ القرآن كل يوم، كيف طاقتك السلبية راح تنطرد وتتخزن مكانها طاقة إيجابية. فأنا بس بديك نصيحة على الصبح، الناس اللي عندهم مشاكل مادية، ضائقة مادية، حاولوا تقرأوا كل يوم في الصباح بعد صلاة الفجر سورة الواقعة مرة واحدة بس، ولا تقرأيها على السريع، لا ما تقرأيها على السريع، تقرأيها بصوت مسموع وهادئ. نعم تقرأيها بصوت مسموع وهادئ. طب إيش الفائدة؟ ليش أنا أقرأها بصوت مسموع وهادئ؟ عشان تتخزن قوة الكلمات في هالتك وفي الشاكرات تبعك وتنطرد الطاقات السلبية اللي فيك. لأنه لو قرأتيها في نفسك كانك قرأتيها مع نفسك، لكن لما جسمك ومشاعرك وأفكارك والطاقة اللي حولك تسمع الكلمات الربانية وتتخزن فيها الطاقات الإيجابية، تلقائيا هيصير عندك إيه؟ جذب. طيب في ناس هتيجي تقول لي أنا قرأت بس ما استفدت، هل أنت كنت تقرأيها يوميا ومستمرة عليها ولا وقفتي؟ ما في شيء يصير في الحياة لو أنت وقفتي، لازم تكوني مستمرة عليها، مستمرة عليها يوميا، يوميا مستمرة عليها، فهمتي؟ لأنه في حال أنك وقفتي
كأنك عطلتي. على سبيل المثال احنا يوميا نتنفس، في حال اني انا وقفت التنفس مش هختنق وهموت؟ انا كل يوم هاكل اكل، لو في يوم من الايام وقفت الاكل والشرب مش هموت جوع وعطش؟ نفس الطريقة، الطاقات الإيجابية والسلبية، في حال أنك ما خزنتي نفسك بطاقات إيجابية تلقائيا هتتخزن عندك طاقات سلبية، ومعروف الطاقات السلبية تجيب لك أمراض، تجيب لك فقر، تجيب لك إحباط، تجيب لك مشاعر سلبية ولا آخره. أتمنى تكون النصيحة مفيدة، وما طولت عليكم في الكلام، ويسعد صباحكم لو كنتوا بتسمعوني في الصباح، ويسعد مساكم لو كنتوا بتسمعوني في المساء.